قبل بس ما نبدأ حلقتنا، علشان في كم من الأسئلة الرهيبة أو التعليقات الرهيبة اللي جات لي طوال الأسبوع، وأنا أرجأتها لحلقة فضيلة الشيخ محمد أبو بكر باعتباره كان إمام مسجد السيدة زينب رضي الله عنها رضي الله عنها وأرضاها. لما يعني طرحت فكرة تجديد مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وأنا تحمست لهذه الفكرة جدا، ناس كتير جدا جدا رحبوا، وناس كتير برضو بعتوا إنه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام نهى عن بناء المساجد حول الأضرحة، وقال إنه أعتقد اليهود اتخذوا أنبياءهم أو أضرحة أنبياءهم مساجد، فده نهى عنه. ففكرة تحريم، ودي يمكن اتكلمنا فيها اكتر من كده بس عشان الموضوع ظهر للسطح، فكم الناس اللي بعت رسائل كتير جدا باحاديث بتحريم يعني بعض الائمه ليها، فقلت يعني اخلي الموضوع يرد عليه فضيله الشيخ محمد ابو بكر. بتيجي بقضيه مش عايزه تعصب، ها قضيه عايزه فهم صحيح، والفهم الصحيح لابد وان يكون به هدوء. ماشي. بتيجي كل الأحاديث اللي جات لحضرتك صحيحة لا مطعن فيها، ماشي، لكن القضية ليست في الدليل، وإنما القضية في فهم الدليل. من أخذ الدليل على ظاهره كمن أعطيته خنجرا وقلت له أنت الآن مؤهلا لقتل الناس، يقتل أي حد، لن يفرق بين عدو وحبيب. طيب خليني في البداية أحيي من اتخذ قرار ترميم مساجد آل البيت عموما، خلاص كده. وخليني في البداية أقول لك أن النهاردة مفيش حلقة النهاردة لنا بس كده، أنت لغيتي كل الفقرات، لأن الموضوع شائك. إحنا عندنا فرق يا ست دعاء بين الأهل والآل. ركزي بقى في الحتة دي أولا. ماشي هركز. الأهل دول ناس مخصوصة، ولذلك في القرآن إيه؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. يبقى أهل البيت دول ناس مخصوصة. ماشي. خلاص هم كده؟ ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، بل والبعض خصصهم بأنهم سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وسيدنا الإمام علي وستنا فاطمة الزهراء، ولم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت العباءة أو تحت الفرش الذي كان يفترش عليهم أحد، اللهم إلا تطيبا لخاطر أم سلمة. خلاص ماشي كده، دي أول نقطة نركز فيها كويس أوي. طيب مين الآل؟ آل النبي صلى الله عليه وسلم كما حكى ابن عبد البر عن بعض أهل العلم، هم كل من آمن بالنبي إلى يوم القيامة. يعني قال على آل سيدنا محمد. الله يرضيك. قال الشاعر: آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. يبقى أنت لما بتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يبقى بتصلي على كل من آمن بالحبيب منذ بعثته إلى يوم القيامة.